طبعا هناك الفارق في التحضيرات ما بين الكاس والدوري. كريم قال نعم هناك فارق، ولكن هل هناك ان انا بلاعب الزمالك، اهلي وزمالك يعني بيلعبوا بعض، غير ان الاهلي يلعب فريق اخر؟ اكيد طبعا، حتى لو في النهائي يعني. اه طبعا، حتى نهائي القمه الناس كلها بتبقى عينها عليه، فكره الناس نفسها لما بتتحضر زي كده نهائي القضيه ممكن، ونهائي كايزر تشيفز شوف حجم المتابعه صح. وحجم الاهتمام، رغم ان دي بطوله التاسعه ودي العاشره، وبرده كانت مجد، والنادي الاهلي ضاعف القابه، الفرق بينه وبين اقرب منافسيه في عدد الالقاب في دوري ابطال افريقيا، ولكن حتى الان الناس بتتكلم على نهائي التاسعه اكتر بكتير جدا من نهائي العشره اللي هو كان من كام يوم، والناس بتقول ده ما خدش حقه في الاحتفال. فطبعا النهائي لما يكون مباراه امام نادي الزمالك الامور مختلفه نفسيا معنويا، الانتصار فيه بيضاعف الفرحه لان انت بتكسب الغريم التقليدي بتاعك، الفرق حتى دلوقتي في البطولات يمكن نادي الزمالك في السنين الاخيره تحديدا كان الكاس هو البطوله اللي بيكسبها بشكل مستمر، وقدر ان هو يقلل الجاب فيها مع النادي الاهلي، بقت 10 الفرق بقى 10 القاب اعتقد، فحتى اخر فتره الزمالك تقريبا واخد 6 بطولات من اخر 8 في كاس مصر. النادي الاهلي محتاج ان هو يعني يستعيد فكره ان هو بيتسيد في الكاس، البطوله في المتناول 90 دقيقه تقدر تجيب لك بطوله امام المنافس التقليدي في ظل ظروف بدنيه ومعنويه فريق النادي الاهلي فيها مش افضل حال، ممكن تبقى مباراه خطوه ل يعني ان الدوري الامور فيه تتحسن، اللعيبه نفسها الامور بدنيا وفنيا فيها تتحسن. يعني لو ممكن سريعا، يمكن انا كنت صغير، ممكن كريم مثلا عاش الفتره دي، ما اعرفش يعني جيمي لا يعني كريم اكبر مني يعني فوتها كابتن معلش ما انا اعمل ايه بقى نهائي 92 لا قصدي كمشجع يعني يعني انا بالنسبه لي انا في نهائي 92 كنت صغير قوي. اه كابتن ايمن شوقي مباراه الزمالك، بنتكلم النهائي كان تقريبا نفس الظروف، كان النادي الاهلي في الدوري صحيح، مخلص الدوري مركز رابع صحيح. جمهور وقتها يعني الامور مع النادي الاهلي كانتش في افضل حال، المباراه النهائيه نفسها بتاعت الاهلي والزمالك رغم الاهلي تقدم بضربه راس جميله جدا لكابتن ايمن شوقي، لكن الشوط الثاني كله زمالك، اي حد اتفرج على الملخص تاني. كابتن رضا عبد العال الجون التعادل اللي جابه في النهايه بمناسبه الملخصات يا ايمن، احنا من بكره ان شاء الله هنذيع لحضراتكم بعض الملخصات لمباريات الاهلي والزمالك ومباريات الاهلي النهائيه في الكاس، هتتفاجئوا بيها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. فالكابتن طاهر ابو زيد بيشوط الفاول، حتى بسمع تعليق كابتن ميمي الشربينو بيقول فاول من بعيد قوي، بيقول فاول ده بالنسبه لكابتن طاهر ابو زيد كانه ضربه جزاء، والفاول من بعيد وبيشوطها وبتترد من حسين السيد، كابتن ايمن شوقي يحطها في الدقيقه الاخيره 92 وبنكسب كاس في موسم كان صعب على النادي الاهلي، فاعتقد دي نفس ظروف ممكن تتكرر، وبالتالي هنشوف بقى بعد كده الاهلي في التسعينات عمل ايه؟ يعني فتره الاهلي في التسعينات ما بعد ذلك كانت هي من يعني حقبه كانت مثاليه جدا نموذجيه، فان شاء الله خلي بالك برضه نفس